مساء الخير وأهلا وسهلا بكم. منذ نشأة نادينا نادي حقوق الإنسان والسلام في الجامعة الأمريكية في بيروت في منتصف التسعينيات، كنا دوما السباقين في تسليط الضوء على القضايا الحقوقية والإنسانية العادية، ولم نضخ يوما للأجواء السائدة التي تمنع التفكير بما لا يتلائم مع الخطاب المسيطر في المجتمعات. نجتمع اليوم في ذكرى في أسبوع ذكرى الحرب الأهلية وقبل أسبوعين من عيد العمال، وقد أصبح واضحا أن القوى المسيطرة ومن يدفعها من تنظيمات طلابية ونقابية مزيفة يتخاصمون في كل شيء ويتفقون على منع أي مشروع حامل لقيم الديمقراطية والعدالة. لم ننسى كيف اتفقت هذه القوى على ذاتها التحرك الواسع الطلابي في الجامعة عبر تحريك ممثليها، حين رفضنا السياسات الجائرة برفع الأقساط والمعللة بأرقام، فضحنا واهيا، ولم نستغرب اتفاقها مؤخرا على حساب الأجراء والقوانين والدستور والمواثيق الدولية، لأن العمال والموظفين هم أساس المجتمع، فالمساس بحقوقهم يعتبر مساسا بحقوق الجميع. وبما أننا نجهد دائما للقيام بالصواب في زمن بات الصواب فيه عملة نادرة، كان من الطبيعي أن نبحث في مستقبل العمال والموظفين مع من سعى إلى دراسة النظام القائم وتغييره عبر هزه رقعة رقعة من أجل ترسيم حدوده وبلورة البديل عنه. ضيفنا اليوم غني عن التعريف، غالبا ما نسمع الناس تسأل وين هي الدولة، فأجاب شارب النحاس: هي هنا. رفض التناقض المصطنع بين المسألة الوطنية والمسألة الاجتماعية، بين السياسي والتكنوقراطي، بين الممكن والمستحيل. عمل على إعادة اعتبار الدولة كحاضنة للمجتمع. لم يأبه لمقولة تغيير النظام من الخارج عبر الشعارات الخارجة والتحركات رفعاً للعتب أو بانتظار جائزة طردية. ولم يجتهد الإجراءات التي تتهم الساعين إلى تغيير النظام من الداخل، فيتغيرون قبل أن يبين. دافع عن حقوق المستهلكين في وزارة الاتصالات، وعن حقوق المنتجين في وزارة العمل، وعن حقوق المواطنين في كل حين. ساهم في التأسيس لحالات إصلاحية في مجلسي النواب والوزراء، حتى في المناصب التي لم يتولاها رسمياً. جاهد من أجل احترام الحق الجميع بالتغطية الصحية دون منة للأحد، وحق الأجراء بتقاضي أجرهم دون انتقاص، وحق المتقاعدين بضمان شيخوخيتهم دون اتهام، وحق الشباب بالعمل دون الهدف. عمل على تكريس مبدأ عدم التمييز بين الأجراء عبر تعديل التشريعات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين والعمال المنزليين والعمال الأجانب، والاعتراف بحق التنظيم والمفاوضات الاجتماعية، مشاريع إصلاحية في الشك وثوروية في المدن. هددت المصالح القائمة عبر أبراز التقسيمات الأفقية للمجتمع الكامنة خلف الانقسامات العالمية، لكنها مشاريع لم تجد قوى مجتمعية فاعلة تحملها وتتبناها. من السهل الاستسلام والمهابة أو تنظيم الحقائق والمبادرة. كيف نرسم مستقبلنا بأنفسنا؟ فلنستمع إلى شارب النحاس، وهو اسم بغنى عن الأطلال. الندوي بعنوانه وبخصوصية حضور الطلاب والشباب تكتسب أهمية كثير كبيرة، لأنه المسائل اللي رح حاول اطرحها قدامكم بتعنيكم على مستويين. أول شيء لأنه بتأثر رح تأثر كثير على مجرى حياتكم، ثاني شيء لأنه من دون إزاحة المسؤولية عن باقي الناس، إنما أنتم بتمثلوا إحدى الرافعات الأساسية لأي عملية تغييرية، لأنه بالمرحلة العمرية اللي أنتم موجودين فيها قدرتكم على الحركة بعد ما تقيدت بقيود التدجين والمصالح. من هالزاويتين إذن في أهمية خاصة لطرح هذا الموضوع أمام حضوركم الكريم.
نحن اليوم عم نسمع كلمة التقديم اللي تفضل فيها الأخ مذكر إنه مش معارض عنه، الذكرى الرسمية للحرب. نحن بلد يلي عاش مرحلة 15 سنة بالعنف قبل منا 4-5 سنوات يلي شهدت خضات اجتماعية وحراك سياسي ومشاكل أمنية، وانتهت ظاهريا المسألة باتفاق طبعا عقد بالخارج وطبخ الخارج وتلزم تنفيذه الى الخارج، ووقع عليه من استطاع خلال سياق الحرب ان يثبت مواقع على شقف من ارض البلد وشقف من شعبه في نوع من الائتلاف. وكانت الذاكرة الجامعية للبنانيين حاملة من المآسي الكم الكافي ترضيت بهذا الحل، يلي برجع بذكر قوامه انه الاطراف ذاتها يلي فككت الدولة والمجتمع وعبثت فيه هي تسلمت مقاليد السلطة، وبنفس الوقت كان هالشيء برعاية وبترتيب خارجي. ليش رضينا كلنا بهالامر؟ لانه صار في رضا. السبب ما بصور خافي على حدا، هو لانه كانت الناس وصلت الى درجه من الياس والقنوط والقلق انه اعتبرت انه اذا هيدا الحل بيصلح ولو ما كان مقنع بوقف الماساه فليكن. واول شيء عمل لما تركبت هالتركيبه طبعا بعد تهليل كل الاطراف الخارجيه قالوا العفو، يعني محو الذاكرة. وبتصور انتم كل واحد ببيته حتى لو تعملوا جهد تراجعوا شوي بكتب التاريخ، تصور بتلاقوا صعوبة كبيرة انه تعرفوا ان كان على الصعيد عاج او ان كان على الصعيد الخاص بمسار يلي عاشه كل واحد او كل اسرة او كل منطقة او كل شخص من اهلكم انه ينحكى عن هالمرحلة تنعرف شو صار وين الاخطاء، تنكتشف وتصور بالاخر انه العنف بيجي من الاخطاء في الاداره السياسيه. العنف ما بيجي هيك كيف ما كان. العنف بيجي من سياسات اللي بس تنذكر بال 69 كان عنوانها نقي لبنان بنفسه عما يحصل حولنا. بال 69 الحكومه اللبنانيه فوضت قائد الجيش يمضي بالقاهرة اتفاق القاهرة على شرط انه ما حدا بده يطلع عليه، في حين انه كانوا مراهنين انه بسيطة معلش حل مقابل فلسطينية تقعد بالعقوب اساسا بيستلم على العقوب، ما زال بتضل بيروت مزدهرة وعاصمة سياحية والمصارف عم تزدهر وكتر خير الله. فنقينا بنفسنا بدل ما نكون عم نشتري الطمأنينة بذل التخلي عن المسؤولية، طلعونا اثنين سوا الحرب وذل التخلي عن المسؤولية وما أشبه تلك المقولات بما نسمع اليوم من جماعة النائب النفسي.